مشن وراك عينين مشيت مشن وراك عينين مشيت مشن وراك عينين يجي حرسن وقلبي تريح وراك حزين السودان يعني دائما الناس بيعرفوه يا خبر بتاع حاله اقتصاديه تعبانه ولا حاله سياسيه. المهم يعني القصه لا سياسه ولا اقتصاد, انما يدوك فرصه عشان تتكلم عن شيء اجتماعي ثقافي. دي بتخليه بتكون فرصه تخلي الواحد يكون سعيد. يعني شايف انها فرصه كويسه جدا عشان الناس يعرفوا السودان يعني بالشكل الثاني بتاعه. تدي انطباع انه الحفله هتكون جميله, يعني لو زمان ما استمتع بشغل هنا زي ده وكده, فالليلة شكله هيحصل. في معانا برضو هنا في الفرقة المجموعة اللي هنلعب هنا, في وافر شيخ الدين جاء من اسبانيا, في ماتياس من هنا بلجيكا بيلعب درامز, في تيم برضو من هنا بلجيكا بيلعب ساكسفون, ومتكيفين جدا من الفكره بتاعت انه يجوا ويشتغلوا مع ناس نوع بتاع موسيقى هم ما مر عليهم قبل كده, او انواع بتاعت ايقاعات ما مرت عليهم قبل كده. افتكر انه اليوم الليله حيكون حافل جدا وحيكون يوم جميل, وحيلم السودانيين كلهم ان شاء الله من هولندا ومن المانيا ومن الدول الجوار هنا في اوروبا, فحيكون في يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس يعني. مشارك في حفل الفنان شيخ حبيل أحمد والفنان عمر بهنقة, والتحية لهم
وهم تمتد نشاطاتهم الفنية خارج السودان، ونرجو للجميع سهرة موفقة. سمحو سمريا محبوبتي يا فتاة غزالة، خضرو مسقية بشوق الأرض عيون فحالة، زهرو برية وجنبني مشهود النالة. دريانا ندية بعرق النار والناس قال يا خوف عليا عبر الزمان ما هلو الوالا، سمحوا سمرية كسرني بسالة، قلت لي هنيا ميتين متلم والحال بطالة، من فرح البيا نزعت الخوف وكسرني بسالة، قلت لي قالت لي غنية وانت معايا مستور الحالة، سمحة سمرية قصيد وبقول مقالة، بيتفتح بيا معاني غناي تديل مجالة، بواك يا ابنية كتبت قصيد وبقول مقالة، يا معاني غناي تدي لمجالا، بالسودانية محبوبتي لفتاة غزالة، سمحة وسمرية سا.
السلام عليكم. السلام عليكم. أنا وليد معروف، أسكن هنا في مدينة أسطندة. مدينة أسطندة هي في أقصى الحدود البلجيكية مع بحر الشمال، وبعد تعدي بحر الشمال طوالي معاك إنجلترا، هي واقعة في النص بين هولندا وفرنسا. أنا ساكن المدينة دي من سنة 2003، بعد تخرجت في جامعة لوفين في الهندسة المعمارية، وتزوجت من بنت من بنات البلد هنا، درست معي معمار برضو في نفس الجامعة، واشتغلنا في مجال المعمار مع بعض هنا. فالثقافة السودانية بحكم ارتباطها معينة في الثقافة السودانية والإسلامية قدرت تعمل ديزاين لمسجدين في بلجيكا، وصممتهم بصورة جميلة جدا، وقدرت تخلط الثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الأوروبية. ده مسجد صممته أولى في جنت، ودي طبعا من أكبر مميزات شنو الزواج ده، إنه قدرت حفظت الثقافة بتاعتنا تماما، الثقافة الإسلامية، الثقافة السودانية. ومن الحاجات الظريفة برضو يا طيب الخطة دي، شوف عيال ما يكون نقول لهم مثلا اللي جايين لنا ضيوف ناس الطيب ديل، بيقوم يقول لي من وين من وين من وين من وين، نقول لهم من السودان، أها ياتوا اللغة عرفتها، فلا دارين يعرفوا ياتوا اللغة ومن ياتوا بلد، لأنه طبعا بيجوك ضيوف كتار، يجيك ناس من الهند وناس من وين، البلد مليانة ما شاء الله. فدي من القصص الظريفة بتاعت الخطة دي. أنا التقيت بها في الجامعة، في كنت بعمل في ماجستير في الهندسة المعمارية في جامعة لوفين في بلجيكا هنا، والتقيت بها هي ذاتها بتعمل في نفس الماجستير، تخرجنا مع بعض وارتبطنا ببعض وتزوجنا، وزارت السودان مرات كثيرة، والنتيجة بتاعتها يعني تعلمت اللغة وتعلمت الثقافة وارتبطت بالدين الإسلامي، ارتباط ذكي أنا بعتبره، ارتباط بتاع يعني عاشرة المسلمين وعاشرة السودانيين، فأخذت كل جميل من كل حتة. اليوم طوال الفكرين ولا الراسة في بامية عادية كده؟ بامية مفروكة. لو أنت بتعمل بامية مفروكة؟ أنا عملت القراصة. عملت القراصة؟ أي. خلاص نحن بعد ما ناكل بنوريك رأيي. تمام. لكن غايته مين هسي الريحة بتاعتها حلوة شديد. مشكلة؟ أيوة. شكلك عاملة. ما أول مرة عملتها، عملتها كتير. عملت القراصة كتير؟ أي. شكلك عاملة بهارات كويسة كده. طبعا. بهارات بتجيبها من وين يا ابو؟ من السوق الدرمان. السوق الدرمان؟ هاي. احنا عندنا هنا دولاب اسمه سوق الدرمان. حاجات كله من سوق الدرمان. عندكم دولاب اسمه سوق الدرمان عادي؟ والله يا اخي احنا مشتهينك للسودان. بس الكفته دي اللي اكلها ناس الصادق، انا حاكل الكسره والقراص. تاكل كسره هسه زي العجب. وملاح، شوف الملاح ده ظابط كيف. لا ظابط الملاح خطير. بالهنا. الله يهنيك. خلاص يا مولا.
تبقى انت عارف اسمه السنترال ليه؟ عليك الله تعالى احكي لك القصه دي. تعال شوف المنظر ده. قال لنا انت عارف اسمه السنترال ليه؟ دي شركه الكهرباء. قام شركه الكهرباء تبرعت للبلديه بالجزء ده من المبنى. الجزء المبنى ده كبير جدا، انت لو شفته من برا ضخمه جدا. ها؟ تعال شوف باقيه. السنترال المحله دي داس بقى متحف. ما بيستخدموه. دي الكهرباء، دي المكنات بتاعت الكهرباء القديمه. دي كانت اسمها السنترالة باحتوار السنترالة بتاع الكهرباء، عايش شغل عداد الزمان والجنان.
كويس. في غربك عروس عدا غربي الرمال في شارع نفسها نزل عدادات السودان اي نفسها في غربك عروس عروس الرمال في شركة الجمال وجنوبك واسع مجال يا حلا رطبك في الشمال يا في غربك عروس عروس الرمال في شركة الجمال وجنوبك واسع مجال يا حلا رطبك في الشمال يا انظر يا ربوع سودان حيك وانت في امانك تطرب الجميع عيالك في كل البقاع هاي طرطالك طوال الفرح في بالك يا ربع شفنا استقبالك سودان نحييك تمام تطرب الجميع عيالك في كل البقاع ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوح شفنا استقبالك بنعيم الجنوب جد لنا ومن بيت كردفان أغنينا في شرقك رصيد وادينا شمالك فيه بركاوينا يا روح سودان نحييك ده كل أمنا حييك في الغراب والبادية وفي كل الأراضي الهادية في الخرطوم زهورك غالية دواك النفوس ليك راضية تطرب الجميع عيالك في كل البقاع ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوع شفنا استقبالك تطرب الجميع عيالك في كل البقاع طوال الفرح في بالك يا ربع شفنا استقبالك حييك في الغراب والبادية وفي كل الأراضي الهادي في الخرطوم ظهورك نادي ودواك النفوس لك راد يا ربوع سودان نحييك وانت انظر 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 يا ربوع سودان نحييك وانت كل انظر يا ربوع سودان نحييك وانت انظر يا ربوع سودان نحييك وانت كل
طبعا قبل كده انتوا شفتوا مريم في هنا في سنة 2009 كانت بتشتغل بيانو وغنت لكم بالعربي امي اظن ومن الوقت ذاك لسه تطورت كتير جدا في البيانو وده جاء عشان لانها هي مهتمه جدا بالتمرين بالتحضير الاكاديميه اللي بتقرا فيها كمان دائما بتحاول تختار اساليب استايلات مختلفه يعني هما لحد ما بيحاولوا يعلموك اساليب مختلفه في الموسيقى هي الان قررت انها تدرس جاز Are you going to do that? Yes. Okay. Okay. So, يعني هي يعني هي طبعا كمان بيجا عندها اهتمام في الفترة الأخيرة بالموسيقى السودانية. أنا بتصور إنه قريب ده يعني حاول أشركها في بعض الأعمال حقتي مع الفرقة بتاعتي. لكن في احتمال كمان تجي السودان تشارك في جائزة غادة للشباب الأدباء والفنانين حتكون الشباب الفنانين يعني فحصل طلب من الـ من الـ 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 الناس الموزمين بأنها تيجي تشارك مع الشباب المرة الجاية I told you about it yes. to go to Sudan to play there yeah okay so شكرا شو ليلو تنهيدك
فيك الشوق الليل وتنهينا كانت الأحلام حلم غريدة والنسيب حرام حرام النبت والريدة يا حبيبي تعال كيف بتنساني وكانوا أهل الريدة أصلا الريدة في القلوب بتدوم وما للجاري a lot. This, I am a Belgian jazz musician, and this was for me a great experience to do. This Sudanian music is something different than what I do normally, and it gave me new perspectives in life as a musician. All those rhythms I know kinda, but it's different than what I do, and it was great to play and improvise with my colleagues. What's his name? Gandhi and Aziz. Yeah, it was great fun. Yeah, with the great Sherhabil. I don't know. I didn't know him before, but now I do, and I will never, never, ever forget him. أنا اسمي رزا خالد الصاير. عمري 12 سنة. و جيت بلجيكا وعمري كان سنة. والفن السوداني جميل عجبني شديد مختلف عن هنا. ولاقيت فنانين سودانيين الحفلة كانت رهيبة والله كل الناس بيغنوا وبينطوا عزل صاحبي أسيزة هو برضه بيحبها كنت قلت له هو قال أعي محبها الغنية الحفلة لأني عندي كل الخير وجاهي مرحلة الدنيا ودواخي في شعاع النور عرفتك وكنت
أضحكي للزمان الجاي، أضحكي للزمان الجاي، وتتفجر مسامك ضي مع الصبح الغشال شوي، الصبح كأني معاك كائن حي، كالمصفى كل الحل، كنو الحل عندي كل الخير وجاهي، فرحة الدنيا ودواهي بشعاع النور، وحسيسك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل تتجمل والزمان أجمل عجال تشعي ملامح ضياءك، كل ما نجمع تتحول تتحول ففارقك، والعمر عندك زهرات غشاها الضل، حسيسك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل بفارقك، والعمر عندي زهيرات غشاها الطب، حسيتك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل شنطبت ملامحك فيه يا زي ما كنت في الأول، عشان تبطل ملامحك فيا، ملامحك فيا
ما لوحك فيا. شنطة وطلي ولا أحبك فيني زي ما كنت في الأول زي ما كنت في الأول. يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. حاجة جميلة جدا، والليلة يوم اتعكس فيه ثقافة سودانية حقيقية عن جد يعني، وشفنا أسياد البلد البلجيك، وشفنا المغاربة، وشفنا جنسيات مختلفة كثيرة متفاعلة تفاعل كبير جدا ومتجاوبة مع الحدث ده. ومشكور كثير جدا الأستاذ شرحبيل أحمد والأستاذ عمر بنقا، عكسوا يوم سوداني أصيل والله عن حق. والله نحن رابطة السودانيين بوستندا على بحر الشمال ببلجيك هنا، اللي هي رابطة اسمها كوش. حبينا نشارك الأستاذ شرحبيل بتكريم بسيط جدا جدا، حسينا برمز من الفن السوداني عبر المحيطات وجل أوروبا، فكانت نغمته على كل إذن، وكانت الفرحة كبيرة جدا جدا. ونحن نكرم الفنان شرحبيل باسم كل الجاليات الموجودة ببلجيكا، بروكسل، غانت، أنتويربن، وكانت فعلا لفتة بارعة جدا جدا جدا، ورسالة من غير حواجز من السودان إلى أوروبا. نرحب بأستاذنا وحبيبنا وأستاذ الفن السوداني الفنان شرحبيل وفرغته، وده شرف لنا كبير جدا ببلجيكا، وعلى راسنا وعلى راسنا، لانه ادى رساله كبيره جدا جدا، وده جزء بسيط جدا جدا من الرساله اللي اداها للبلجيكا. شكرا جزيلا، وهذا سعيد بهذا التكريم والاداره العظيمه، وهذا كل محبتكم لوجهنا. مشتاقه للسودان ول كل تفاصيل السودان بكل حياته، والحفلات السودانية أكيد حاجة يعني بتحس كل وجدان أي زول بر البلد، وبنحس بشوق وحنين شديد يعني. مبسوطين والله، الحفلة كانت جميلة خالص، وشرحبيل غنى حلو خالص، يعني احنا انا ما طولت خالص يعني، جيت من السودان تقريبا لي زي سنه وثمانية شهور، جينا من هولندا، احنا ردنا الحفله هنا في بلجيكا، جينا على حس الحبيل يعني. احنا هنا يعني مفتقدين اللبس بتاع الثوب السوداني، لانه طبيعه البلد وطبيعه الجو بتجبر انك تلبس لبس يعني ما سوداني، لكن بننجبر انه نلبسه، فما بنصدق انه تجي حفله نلبس فيها الثوب السوداني ونفتخر به خالص خالص يعني، برغم صعوبة الجو برغم كده، لكن لما نلبس الثوب السوداني ده بنكون مبسوطين خالص. أنا نهلة مهدي محي الدين، مقيمة في بلجيكا، فنانة تشكيلية. اليوم كنا حضور في حفل الفنان الكبير شرحبيل أحمد، وكان حفل جميل وناجح بمعنى الكلمة. كان في حضور مشرف من الجانب البلجيكي ومن الجانب السوداني، وحقيقة الحفلة كانت ممتعة جدا، وحتى التعليق ما كانت بس من الجانب السوداني، من الجانب البلجيكي برضو، حتى في كان في بعضهم كان سأل عن اسطوانات للفنان شرحبيل، لكن للأسف الفنان شرحبيل ما كان معه اسطوانات للبيع. فإحنا كجالية كسودانيين بنتمنى إنه تاني الفنان شرحبيل يشرفنا وتتواصل الحفلات الجميلة يعني. والله حفلة جميلة جدا أعتقد، وتجربة يعني بتوري انه يعني جمهور متابع حاجاتنا كويس، وانا سعيد بها جدا الحقيقه. الفن هو ذاته رساله، وفي نفس الوقت هو بيكون حلقه بتتوصل بين زول وزول، وبين ناس وناس، وبين عالم وعالم. أصبحت الموسيقى والفنون يعني اللغة بتاع التداول العالمي يعني، وأكيد آه
هي أداة بتاع التوصيل بتاع المشاعر يعني محبة كده. أتمنى إنه يعني في المستقبل تكون يعني الناس المسؤولين دي رسالة ليهم يعني إنه يفتحوا المجال للفن السوداني ويدوا الفنان ده السوداني كل الفنان السوداني لو تشكيل ولا سينما ولا موسيقى ولا غناء ولا رقص يدوا الفرصة بأنه يظهر في العالم لأنه ده بالذات بيخلي السودان عنده مشاركة حقيقية في العالم. يلا ها جيب يا زيمبو ناصر عباس.
البيت شهات الحبيب جيتار هيثم موسى على الكوردون وافر شيخ الدين وعلى البيكشن أسامة مليجي وعلى الدرام فتاس وعلى الكيبورد سعيد العاقد وعلى الساكسفون عبد العزيز على الساكسفون تنور دين ماركا وعلى الفلوت غالي ادم شكرا جزيلا لحفلة شيخ حبيب وعمر ولد Bye-bye.